أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كأنما يصعد في السماء إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا معشر الجن قد تكثرتم من الإنس وقال أولياء ربنا
دعوتك ونتبع الرسل. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ قال النار مثواكم خالدين في وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم.